لكنت أملك في جيش 3 من أمثال هذا الرجل لفتحت العالم، الجلاد والقاتل الفرنسي الجنرال مارسيل بيجار. تفنن باختراع وابتكار طرق بشعة جديدة للتعذيب في الجزائر عام 1957 ضد المسلمين، محاول كبح الثورة ضد فرنسا، أشهرها طريقة جمبار بيجار، وتتمثل بغرس أرجل الضحايا داخل قوالب إسمنتية وتركيهم على هذا الحال حتى تجف ثم استجوابهم ورميهم بعدها من طائرة عسكرية إلى قاع البحار. بلغ عدد الضحايا حوالي 8000 جزائري. كما اشتهر بيجار بلقاء بالمناضل الكبير الشهيد العربي بن مهيدي بعد اعتقاله، واتهمته أطراف جزائرية بأنه كان وراء قتله في زنزانته وتقديم الحادث على أنها انتحار، لكنه نفى التهم عن نفسه وألصق ضمنيا بأطراف الجيش وقال كلمته الشهيرة بعد لقاء بن مهيدي رحمه الله: لو كنت أملك في جيش 3 من أمثال هذا الرجل لفتحت العالم.